خلونا نبدأ مع حضراتكم بالأخبار اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد امبارح اجتماع مع ديمتريس كوبيلوسس رئيس مجلس إدارة مجموعة كوبيلوسس اليونانية للبنية التحتية. وخلال الاجتماع اطلع الرئيس السيسي على تطورات مشروع جراكي للربط الكهربائي مع أوروبا. وواجه الرئيس باستمرار أو تسريع جهود التعاون بين الجانبين للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن وتيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المشروعات. كمان امبارح بسنت تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده مع مسؤولي شركة سكاتك النرويجية عدد من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة أشد الحرص على متابعة المستجدات المتعلقة مشروعات الشركة في مصر وخاصة في قطاع الطاقة، وده في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة سكاتك. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ديمتريس كوبيلوزوس رئيس مجلس إدارة مجموعة كوبيلوزوس اليونانية للبنية التحتية. خلال الاجتماع اطلع الرئيس على تطورات مشروع جريجي للربط الكهربائي مع أوروبا. وجه الرئيس باستمرار وتسريع جهود التعاون بين الجانبين للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن وتيسير كافة الإجراءات وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجه المشروعات. كما أكد على حرص مصر على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائدة على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع عقده مع مسؤولي شركة سكاتك النرويجية عدد من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على متابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات الشركة في مصر خاصة في قطاع الطاقة، وده في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة سكاتك، مؤكداً على أن الحكومة المصرية تطمح في زيادة أوجه التعاون القائم بينها وبين الشركة النرويجية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد. أشار مدبولي إلى اهتمام الدولة على مدار الفترة الماضية باتخاذ القرارات والإجراءات اللي بتسهم في تعزيز ودعم الصناعة المحلية وتوطين مختلف الصناعات بما يسهم في دفع نمو الاقتصاد المصري. امبارح أعلنت وزارة الداخلية إنه بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 72 وحرصاً من الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، تقرر منح جميع النزلاء زيارة استثنائية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/1/2024 وحتى يوم الثلاث الموافق 27/2/2024. وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات. في المنيا تم الانتهاء من تطوير 8 مستشفيات صدر وحميات بنسبة تنفيذ تجاوزت 90%. في محافظة قنا تم تدشين قافلة ستر وعافية للتحالف الوطني في فرشوط. كمان امبارح في البحر الأحمر تم الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة واللي بيتزامن مع ذكرى معركة شدوان المجيدة. وفي كفر الشيخ تم تحصين 51,580 طائر بلقاح أنفلونزا الطيور. تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات أكتر هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنيا تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لتطوير ورفع كفاءة 8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة بنسب تنفيذ تجاوزت 90%، إلى جانب تطوير 111 وحدة صحية بقرى المحافظة واستلام 38 وحدة صحية وتشغيلها بعد رفع كفاءتها، وأيضاً إنشاء 3 مراكز تنمية أسرة بدلجة وشارونة والجهاد. في قنا شهدت المحافظة تدشين القافلة التنموية الشاملة الستر وعافية رقم 29 اللي بينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمدينة فرشوط لتقديم الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية. بتستهدف القافلة تقديم العديد من الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية فضلاً عن الأنشطة والفعاليات الترفيهية لأهالي محافظة قنا.
في البحر الأحمر احتفلت المحافظة بعيدها القومي اللي بيتوافق مع 22 يناير تزامناً مع ذكرى معركة شدوان المجيدة، وشهدت جزيرة شدوان في ذلك التاريخ من عام 1970 ملحمة شعبية وتاريخية. وخلال الاحتفال أعلنت المحافظة عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بجانب تدشين عدد من المشروعات الأخرى اللي بتخدم أهالي المحافظة وزائريها. في البحيرة أكدت المحافظة تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية ليها لتحقيق السيولة المرورية اللي شملت أعمال رصف فرعيات شارع الجمهورية ومنطقة القضيب الباشا والسماك ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة إجمالية 4,500,000 جنيه. فأسيوط أعلنت المحافظة انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية لعام 2024 وفقاً للمعايير اللي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي والخاصة باختيار أم كافلة، أم من ذوي الإعاقة، أم لابن من قادرون باختلاف حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية ماجستير أو دكتوراه، وأم من مبادرة حياة كريمة كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة، وأم لشهيد من القوات المسلحة، وأم لشهيد من الشرطة. في بني سويف أعلنت مديرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية قاي مركز إهناسيا مكونة من 8 عيادات في عدد من التخصصات، وتم الكشف على 1935 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في كفر الشيخ تم تحصين 51,580 طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور ضد الأمراض الوبائية، وده في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور وتطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين. في الشرقية شهد حي ثاني الزقازيق تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارع الجنانة وتفريعاته بمنطقة حسن صالح ضمن الخطة الاستثمارية باعتماد مالي 1,500,000 جنيه على مساحة 4,000 متر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.